دولة قطر منذ 60 عاما وهو يعمل في عدة مجالات. دعنا نعود إلى الوراء قليلا. نسترجع الذكريات. نعود إلى البدايات. كيف كانت البدايات منذ الطفولة إلى ما وصلت إليه؟ تفضل سيدي. حقيقة هذه الدولة اللي عشنا فيها وتربينا فيها كنا وما زلنا نتعامل مثل القطري. هذه البلد لها فضل ولا خير علينا من حكامها لا مواطنيها. كنا نتعامل مثل القطري في المدارس بجانب القطري، الأكل اللبس ورواتب لنا من تكوننا في دولة قطر. فهذه البلد لها فضل علينا، والإنسان لما بعيش في بلد لازم إيش يصون المعروف. حقيقة لا أنكر أن لها فضل علينا وعلى أولادنا. نعم. حقيقة والدي أول ما إجا دولة قطر. نعم. في الخمسينات 56 بعام 1956. نعم. نعم. والدي. نعم والد. رحمة الله عليه توفى في حادث الطائرة الأردنية اللي وقعت في الدوحة، والملك رحمة الله عليه الملك حسين جزاه الله خير بعت لنا طائرتين، طائرة للميتين وطائرة ليش؟ للطيبين. وكان في استقبالنا في مطار ماركة، وهذا حقيقة شيء لا ينسى. وطلع للطيارة سلم علينا الملك حسين رحمة الله عليه وأزكى نفسيه جناته، فكان موقف جيد لمواطني. أنا كنت في نفس الطيارة وكان حتى سلامه قوي يشد على الإيد مضبوط وضرب العقد رحمة الله. تذكر هذه اللحظة؟ أنا أذكر هذه اللحظة ولا أنساها. نعم. فصاحب المواقف الجيدة لازم تذكره. صحيح. وراح عند ربه ورحمة الله عليه، لكن هاي حقيقة كانت يعني في النفس إنه الملك يجيك لباب الطيارة. كان أيامها عبد الحميد شرف. نعم. أيامها كان رئيس وزراء عنده. نعم. وحقيقة هذا موقف يشكر عليه. أنا يعني شاب و22 سنة ولما أشوف ملك مستقبل العالم وهذا جزاه الله خير، يعني موقف جيد يعني. وراح فيها حوالي 50 شخص، 51 شخص على ما أعتقد. وأنا إحنا رحنا مع الجرحى يعني،
وهذا الموقف لن أنساه ولن أنسى البلد اللي عشت فيها هنا. طبعا الأردن بلدي وعلى راسي وبتشرف أن أكون أردني، شعب معطاء وفي عادات طيبة، في الكرم في الشهامة في المروءة، فهمت؟ هذه أشياء في الدم في هذا الشعب سواء كان شرقها أو غربها حقيقة يعني. وأنت لا شك رجل أردني وبتعرف العوائد وابن عائلة طيبة وبتعرف العوائد تبعتنا جدا كويسة يعني. نعم صحيح. لكن لا ننسى إحنا في إقامتنا في دولة قطر وعيشتنا في دولة قطر أنا أعتبر إنها بلدي الثاني، وأكلت عيش فيها وترعرعت فيها وصاحبت أهلها في مقناص في بحر، وكانت أحلى عشرة لأن فيهم يعني حقيقة في الشعب القطري في يعني لما أنت بتركب المركب وبتروح في البحر 70 كيلو وبتعرف هذا بيت الرقة وبيت الخرقان وبيت، فتعلمنا أشياء مش في بلادنا، احنا جبليين. لكن أنا جيت طفل صغير فكل عيشتي كانت في دولة إيش؟ قطر. أشهد بالله أحسن عيش، أشهد بالله إن كانت أحسن عيش يعني. لا ننكر نعم البلد ومعطاء لنا. نعم جميل جدا. يعني السيد عبد المعز الحرباوي، يعني بدأت في دولة قطر في هذه الدولة الحبيبة في عدة مجالات ومنها مجال المواد التمويلية، ولكن يعني أكيد أخذت معك يعني أنت الآن استعرضت بعض هذه النقاط عبر هذه الشاشة، ولكن أخذت معك السنوات الطويلة من قمة العطاء والإنجاز، وأنت الآن في قمة العطاء والإنجاز الحمد لله. دعنا نعرف السادة المشاهدين عن هذه الشركة، ماذا تعمل هذه الشركة وعن أهم الخدمات التي تقدمها هذه الشركة التي أنت تم تأسيسها عن طريقك. تفضل. هذه الشركة جميع المواد الغذائية الأساسية من سكر من رز من طحين من وكالات فرينشيب أجبان، من الأردن بجيب زعتر بجيب طحينية من الحلواني وزعتر من سكافي، ويعني ما سبت بلدي بجيب منها برضو إيش زيتون، بجيب منها من تركيا زيت زيتون، من تركيا بنجيب من الدنمارك فرينشيب عندنا وكالة الإيدام وما الإيدام والكلاسات كلاسيس والأشياء كتير والفيتا واشتغلنا كمان في قطاع ثاني أنا وأولادي، يعني أولادي كل واحد ماسك قطاع المعقمات قطاع الرخام والنوافير، ابن ثالث مقاولات من الدرجة الأولى بيشتغل الحمد لله. علمت أولادي كلهم في هذه الدولة بلا فضل علينا، وجيت أنا مثلا حبيت أن أولادي يكونوا تجار مثلي يعني. يعني وعندي الولد شخصية. ايوه وعندي الولد الكبير ما شاء الله كان دايركتر مسؤول في وزاره الصحه على درجه عاليه، فهمت علي كيف، ومخلص دكتوراه من بريطانيا في الكوميونيكيشن. الولد الثاني مهندس، الولد الثالث مهندس، الولد الرابع اداره اعمال، وعندي بنت واحده جرافيك ديزاين. ما شاء الله الله يربي يخليها فيها. الله يرحم ربينا الأولاد، وهذا استثمار لما الإنسان بربه له أفضل استثمار. صح الله لسانك كلامك منطق يعني. والحمد لله رب العالمين، وعشنا في البلد 60 سنة الحمد لله. مركز شرطة ما وصلنا وعشنا بحبية وحبينا الشعب الطيب القطري وحبونا وعلاقتنا الآن اللي كانوا معي في المدرسة الآن وزراء ووكلاء وزراء، انت فهمت عليك، ومدراء في سنايني، والحمد لله عشنا معهم بطيبه وهم طيبين واحنا برضو طيبين من بلد طيب ومن
عائلة طيبة والحمد لله مثلنا مثل الناس. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونشكر. أعزائي المشاهدين دعنا نعود بعد هذا الفاصل، فاصل ونواصل. وعدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل ونستكمل المشوار مع رجل الأعمال الأردني المدير العام السيد عبد المعز الحرباوي. عمي طبعاً إحنا يعني سعيدين في الكلام معك والكلام معك له شجون، ولكن دعنا نستكمل هذا المشوار في هذا اللقاء عن بداية تأسيس أول شركة. متى كانت؟ والله قبل تأسيس الشركة بعد وفاة الوالد. نعم. كنت أشتغل في الحكومة، كنت رئيس الرواتب والأجور في الأشغال العامة 24 سنة. 24 عام يعني، وما كان الدفع عن طريق البنوك، كان كاش. تذكر أول راتب حصلته؟ أذكر، وشريت فيه تنس طاولة، كنت بطل قطر في تنس الطاولة. في التنس الطاولة. ورحت شريت تنس طاولة، طاولة تنس طاولة من أول راتب. من حب إلى أول راتب كان 1800 ريال. أول راتب. نعم. وشريت فيه تنس طاولة. تنس طاولة. لهذا. كنت هي اللعبة الوحيدة اللي أجيدها يعني. ما زلت تهوى هذه اللعبة؟ خلاص لقيت إحنا يعني. 70 قربنا على 70. بس أهواها وأحبها يعني. ولكن إحنا من خلال الجولة في هذا المكتب يعني الجميل، في هذا المكتب يعني أنا بحس إنه أنت بتحب نوعا ما من أنواع. أنا رجل فلكلوري، حتى مجلس اللي في الأردن أشوف قديمة، كل إشي أنتيكا موجود فيه، حتى الكراسي سبيشال مسويها. بحب رجل فلكلوري وبحب قاعة المكان، بستمتع يعني وبقدر أقعد مدة أطول فيها يعني. جميل. نرى بعض الصور الموجودة في هذا المكتب الجميل، يعني نرى هناك صورة وأنت تصطاد الصقور. نتحدث عن هذا الموضوع. أنا أصطاد الكروين والحباري بالطيور بالصقور. أيوة. نتحدث عن هذه الهواية. والله هواية تعلمتها من الشعب القطري. أنا ابن شرق، وابن شرق بيعرفوها الأخوان القطريين. نعم. وارتبيت في شرق 60 سنة. نعم. فتعلمت الهواية عن طريق الأخوان القطريين اللي عشت معهم. يعني أنا أردني الأصل وشبه قطري. صحيح. حتى لهجة القطريين أجيدة. وعاداتهم أتقنتها في البحر، في البر، في المقناص، وناس الرأس والعين كلهم. نعم. نعم. جميل جدا. يعني أنت يعني من رجالات الوطن اللي إحنا بنعتز ونفتخر فيهم، رجالات الذين حققوا إنجازات. يعني جلالة الملك الحسين طيب الله ترى يعني كانت مقولته أرفع رأسك أنت أردني. الحمد لله. واحنا يعني بنقتضي في جلال سيدنا الملك ايضا عبد الله الثاني ابن حسين الله يطول عمره، والاردن من مؤسسين اماره الاردن، من المؤسس الملك عبد الله، وايضا الذي وضع الدستور الملك طلال، وايضا الملك الباني في المملكه الاردنيه الهاشميه الملك الحسين طيب الله ثراه، والملك المعزز الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الله يطول عمره. يعني آمين. شو بتحب كمان توجه كلمة إلى حكام دولة قطر يا سيدي؟ شكر واعتزاز إلى هذه الدولة. نشكرهم على الحضارة اللي احتضنوها فيها، وما شفنا إلا كل طيبة وكل أخلاق حميدة، وعشنا في البلد ولهم فضل علينا، وكانوا يعاملونا سواء كان في السابق وإحنا أطفال في المدارس بكل أخوة ومحبة. وإلهم كامل الشكر يعني حقيقة يعني. نعم. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. صحيح. وأيضا يعني بطاقة معايدة وأيام قليلة تفصلنا عن عام، عن عيد الأضحى المبارك. بهذه المناسبة السعيدة شو بتحب توجه
بطاقة معايدة باسمك وباسم هذه الشركة الموقرة، هذه الشركة التي لها الشعبية العالية في هذه الدولة، وهذه الشركة التي لها البصمة الواضحة في هذا القطاع، قطاع المواد التموينية، وترعرعت أنت أيضا في هذه الدولة. شو بتحب توجه بطاقة معايدة إلى الشعب الأردني وجلالة الملك؟ كل عام وانت بخير لجلالة الملك وللشعب الأردني، والله يعيده علينا بالأمن، وإحنا في أمن وسلام والحمد لله رب العالمين، وملكنا إن شاء الله الله يطول بعمره. ونتمنى، فهمت علي كيف، يكون التقدم للأمام إن شاء الله، ويكون أيامنا أجمل وأحلى كمان، ومع أنه إحنا في أيام حلوة. يعني عمي إحنا هناك سؤال، أنت عاصرت الماضي القريب والحاضر، وتعلم ماذا يدور في الماضي القريب والحاضر. بصراحة يعني الحياة أول أفضل من الحياة الآن؟ نعم، هناك البركة. البركة، كنا نأكل في صحن واحد مع الوالد برمضان، والإخوة 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 نلتم في صحن واحد، النساء لوحديهم والرجال لوحديهم، فكانت اللمة هذه تجمع الناس إلى المحبة. مع الأسف الشديد الآن الناس بعدت عن الدين الناس، وصارت المادة هي الأساس. صحيح. فصارت الفرقة الآن، يعني الأخ لا يشوف أخوه يمكن بالشهر بالشهرين يشوفه مرة، مع الأسف الشديد. يعني نحن نعلم، يعني احنا تم قبل عام ونص تقريبا في انتاج برنامج اسمه على وين النت مودينا، وهذا البرنامج تم استضافة يعني الناس شرواك محترمين في هذا البرنامج، وتحدثنا عن الماضي. يعني لما كنتوا تجتمعوا ببحارة واحدة، كيف كان تلفزيون ابيض واسود، ولما تحمل لمبة تاعت التلفزيون ايضا صحيح تفتح التلفزيون قبل نص ساعة تقريبا، صحيح، عشان تحضروا المسلسل، صحيح، والشبكة لا لف شوي لا تطلع شوي لا صحيح. الصورة صدق أيام كانت فيها بركة، يعني حتى كان إيها ريحة الليمون، كان ريحته عن بعد كيلو، الجواف عن بعد كيلو ريحتها، الخيار كذلك، فكانت أيام بركة. كانت الأيام بركة لا شك، الله سوى كلامك صحيح 100%. لمة الأهل مع بعضهم البعض، وحنان الأم وحنان الأبو، والأهل لما بيجتمعوا مع بعض في مناسبات، يعني كانت الألفة والمحبة أكثر من الآن. يعني حتى الخبز في البيت، خبز الطابون، كل شيء أفضل سابق، والزعتر في البيت ما بدوش كلام، ما بده كلام، ما بده كلام. عمي يعني إحنا أول شيء سعيدين فيك في هذا اللقاء الطيب في هذا البرنامج الوطني، برنامج رواد النجاح الذي يستضيف نخبة النخبة من أبناء الجالية الأردنية الموجودين في دولة قطر. هذا البرنامج يستضيف أيضا من الناس اللي حققوا إنجازات على أرض الواقع. ولكن قبل نهاية هذا اللقاء، هل من كلمة أخيرة بتحب توجهها عبر هاي الشاشة؟ الكاميرا معك والمايك لك. أول شيء نشكركم، ألف شكر لكم ولجهدكم وجيتكم عزيزة وغالية، الله يعزك، والله يحفظ بلدنا، اللهم امين، بملكها، اللهم امين، وبشعبها، اللهم امين، ويحفظ امه محمد كلياتهم، اللهم امين، ليس بلدنا بس، كل امه الاسلام، اللهم امين. وان شاء الله رب العالمين يجيب الاستقرار، امين يا رب، والى الافضل يعني. الله يحمي الدول العربيه والاسلاميه، امين امين يا رب. بس في كلمة أخيرة، رب العباد من الخير اللي عملته دولة قطر، ربنا حماها من شر اللي حواليها. والله أنا بحلف لك بالله، البلد هذه معطاء للخير لأبعد ما تتصور. يعني اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، تنصح بشوف عيني. نعم، نحن نرى حقيقة حكام وشعب. جميل جدا.
يعني رسالتك ايضا لجلب الاستثمار لهذه الدوله، شو بتحب توجه رساله للمستثمرين لجلب الاستثمار لهذه الدوله؟ لدولة قطر؟ دولة قطر من أجل أن يستثمروا من الخارج إلى هذه الدولة. والله دولة قطر يا أخي الفاضل في سلاسة في التعامل، يعني أنت الآن بالتلفون ممكن تسوي كل حاجة في دولة قطر بالتلفون، ففي تطور وفي تقدم. أيوة، من الشعب القطري ومن المقيمين. نعم. حقيقة يعني. عمي طبعا انت ولدنا واحنا الله يحييك يا اخي نعتبرك مرجع لنا في هذه الدوله من الخبرات الطويله في هذه الدوله. نشكرك مره اخرى على حسن الاستقبال وحسن الضيافه. وينضم إلينا أعزائي المشاهدين في هذا البرنامج، ونستكمل هذا البرنامج مع ابن المستثمر ورجل الأعمال السيد معتز عبد المعز الحرباوي، وهو يعمل في عدة قطاعات في دولة قطر الحبيبة. في البداية أسعد الله أوقاتك مهندس. أهلا وسهلا فيك وشرفتنا ومكتبك وفرصة سعيدة. طبعا احنا سعيدين ان تكون ضيفنا على هذا البرنامج الوطني، برنامج رواد النجاح يا سيدي. حياك الله. دعنا في البدايات نعرف السادة المشاهدين انطلاقتك العملية والعلمية الى ما وصلت الينا، تفضل. انا في البداية طبعا ولدت في دولة قطر وتخلصت المدرسة الثانوية من دولة قطر، ثم درست في دولة قطر المرحلة الجامعية إدارة أعمال، وكنت في نفس الوقت أعمل مع والدي دائما في الفترة الصباحية، والحمد لله رب العالمين. تقريبا مضى 15 عاما وأنا بشتغل مع الوالد والحمد لله رب العالمين. الآن تعمل في أي مجال تحديدا؟ والله إحنا كشركة FMCG نعتبر واحدة من أكبر 10 شركات على مستوى دولة قطر في مجال الـ FMCG. لله الحمد طبعا وصلنا لمرحلة جيدة نكون كمان عندنا مصنع في دولة تركيا للمنظفات. بنغطي تقريبا الآن في فترة زمنية قصيرة تقريبا 12 دولة نصدر لها حاليا من ضمنها قطر. إن شاء الله من شهر جولاي القادم راح تكون الأردن كمان كدولة برضو واحدة من الدول اللي احنا مصدرين لها من السوق التركي. طبعا احنا اليوم كشركة قطرية واعدة لنا شراكة كبيرة في المصنع في تركيا، طبعا هو مصنع للمنظفات. المصنع حاد اليوم بنتكلم على ثالث مصنع موجود حول العالم في صناعة المنظفات. احنا اليوم كشركة قطرية أردنية واعدة جدا انه احنا فخورين انه احنا قدرنا نوصل لمرحلة انه نكون ثالث مصنع بصنع المنظفات على شكل أقراص. جميل. صلبة، وهو خلينا نقول هو المستقبل لعالم المنظفات من ناحية انه بنستخدم النانو تكنولوجي اليوم في صناعة هاي المنظفات. جميل جدا. يعني احنا من خلال جولتنا في المملكة الأردنية الهاشمية استضفنا بعض المصانع وايضا في دولة قطر الحبيبة. شو بتحب توجه، وايام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك باسمك وباسم هذه الشركة، شو بتحب توجه بطاقة معايدة الى دولة قطر الحبيبة وحكام هذه الدولة وايضا الى المملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسهم جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه؟ تفضل سيدي. اولا أنا بوجه كلمة للمواطنين والشعب الأردني
انه دولة قطر دولة واعدة بناءة، شعب من الشعوب المسالمة واللطيفة واخوان وامتداد لنا، زائد لله الحمد كدولة قطر بتنمي المواهب وبدعوهم ان يكون عندهم فرص كثيرة للقدوم لدولة قطر وتطوير الفكر الاردني، خصوصا احنا كشعب تعرف شعب معطي بناء مفكر متجدد في التفكير، بالعكس عنده أفكار واعدة وجديدة ومتقدمة. زائد حابب أشكر دولة قطر، أنا درست فيها ولله الحمد، دولة قطر بمن لها بشكر جدا كبير، زائد بلدي الأردن وطبعا بمن له بكل الشكر. بكفي يعني أنه إحنا اليوم امتدادنا وشعورنا بالفخر أنه إحنا مواطنين أردنيين مقيمين في دولة قطر لله الحمد، زائد أنه أنا بعيد على جلالة سيدنا وعلى الشعب الأردني بالكامل، زائد أني بعيد على حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، وبتمنى لدولة قطر والأردن الازدهار والتعاون دائم المستمر. اللهم أمين. احنا نحكي دائما في هذا البرنامج حمى الله هذا الوطن قيادة وشعبا. آمين آمين. مهندس معتز، يعني تحدثنا في هذا البرنامج عن طبيعة العمل الذي تعمل به منذ أعوام طويلة، ولكن شو بتحب توجه؟ أكيد أنت متأثر بالوالد من البدايات. نعم. يعني تأثرت في الوالد، شو بتحب توجه له بطاقة شكر واعتزاز وإلى والدتك عبر هذا البرنامج؟ تفضل. والله أنا لو أمضيت عمري شكر لوالدي لن أو فيهم حقهم صدقا. أنا أكثر إنسان يمكن والدي دعموه في هاي الحياة، بشعر دائما وأبدا والدي فخر إلي، محبة مودة سعادتهم عندي إياها مبدية عن سعادتي الشخصية. أشعر دائما بالفخر باتجاه والدي وسعادة لما أشوف يعني ابتسامته، فلن أستطيع يمكن إذا عشت عمري كله حتى أو فيهم حقهم صدقا، خصوصا والدي ووالدتي يعني اللي كانوا داعمين لك في البداية طبعا وما زالوا للحظة هاي، يعني حتى في استثماري في مجال الصناعة دعمني. يعني انت بالنسبه لوالدك الطفل المدلل. صحيح. يا سيدي اول شيء الله يحميهم ان شاء الله. الله يبارك فيك ويحميك ويحمي اخوانك واهلك في دوله قطر الحبيبه، واحنا يعني بنوجه لك كمان التحيه عبر هذا البرنامج لانك انسان محترم وانسان يعني فعلا لقيني ولا تغديني. الله يبارك فيك. بنوجه لك التحيه عبر هذا البرنامج، ولكن قبل نهايه هذا البرنامج هل من كلمه اخيره بتحب توجهها عبر هاي الشاشه معك والمايك لك؟ تفضل سيدي. ممكن أكثر جملة أعتقد أنه هي من وجهة نظري في هاي الدنيا اللي أنا شفتها في سني عمري 35 سنة، الله يبارك فيك، رضا الوالدين. رضا الوالدين. رضا الوالدين. رضا الله وثم رضا الوالدين. احنا بنوجه لك التحيه عبر هذا البرنامج سيد معتز، يعني انت معنا في هذا البرنامج مستكملا لبرنامج الوالد، وانت يعني المعاون للوالد في عمله في هذه الشركه، وايضا بوجه تحيه لاخوانك الموجودين ايضا في هذا القطاع، وايضا المهندس اللي موجود في وزاره الصحه الذي يعمل في وزاره الصحه، بنوجه له كمان كل التحيه دكتور. الله يبارك فيك. واعزائي مشاهدين هذا البرنامج الوطني برنامج رواد النجاح، لا يسعنا ان نتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى ابن السيد عبد المعز الحرباوي المهندس معتز الحرباوي. مهندس احنا بنشكرك عبر هذا بارك البرنامج الله فيك. مره اخرى، ونشكركم ايضا على حسن الاستقبال والضيافه. الله يبارك فيك، شرفتونا وهذا مكانكم ومنزلكم المتواضع.